At the instant shown, the truck travels to the right at 3 meters per second, while the pipe rolls counterclockwise at 6 rad per second without slipping. Determine the velocity of the pipe's center G. عايزين سرعة الجي. طبعا نقطة B I C في اللحظة دي هي instantaneous center of zero velocity بالنسبة للبايب، فأقدر أنسب الجي للبي أو الفي بي زائد الأوميجا اللي هم الدهاني كروس ار جي بالنسبة للبي. الفي جي هو عايز هتساوي الفي بي تلاتة، لأن نقطة بي نفس الترك في اتجاه الار، الأوميجا 6 كي موجب كروس ار جي بالنسبة لبيها فوقها، وبالتالي 0 اي زائد 1.5 جي 3 اي 6 في صفر بصفر، يبقى عندنا كي في جي ماينس اي ماينس 9 اي، يبقى ماينس 6 اي متر بير سكند، او اقول 6 اي متر بير سكند، أقول كده 6 متر بير سكند والاتجاه يسار.